ننتقل بقى للرياده والمباراه. ما زالت 1-0 عدى الشوط الاولاني وكان في ضربه جزاء. احنا في الشوط الثاني كان في ضربه جزاء على الاهلي صدها البطل الشناوي الاهلي والوداد المغربي. ومعي على الهاتف من المغرب سيادة السفير اشرف ابراهيم سفير مصر لدى المغرب. سيادة السفير مساء الخير. مساء النور، اهلا بيكي المشاهدين. اهلا بيك. اولا طمنا، انت جاي لك بقى كميه فرق رياضيه سواء الاهلي الزمالك بيراميدز، يعني كل الفرق موجوده عندك. طمنا على حال الفرق والماتش شغال اهو. ايه الوضع؟ في ضربه جزاء تانية ضد مين؟ ضربه جزاء للاهلي. للاهلي قولوا لي المعلومه كامله يا جماعه. ضربه جزاء للاهلي ده كلام تمام. طيب قول لنا، طمنا على الفرق يا سياده السفير لحد ما يقولوا لنا الشباب ايه الاخبار. والله الفرق يعني كلها في احوال كويسه. الاهلي يعني الحمد لله الهونة شايف اداء هايل، يعني انا في المباراه الاداء هايل، كانت الروح المعنويه عاليه من الاول، ويعني بقى لنا يمكن 10 دقايق الاهلي هاجم بشده وهو كسبان الحمد لله، ونتمنى انه ضربه الجزاء تبقى جون تاني ان شاء الله. الاصابات بقى في الفرق اخبارها ايه؟ يعني عندنا فرجاني ساسي لاعب الزمالك معزول عندكم في المغرب. بالظبط، هو فرجاني ساسي طبعا كان عنده المسحه الاولانيه اول ما وصل من تونس الزمالك، يعني بمبادره منه عمل له مسحه فطلعت ايجابيه، والحقيقه هو طبعا الزمالك اتفق مع الفندق اللي مقيم فيه الفرقه بحيث ان اللاعب يبقى معزول في غرفه من الفندق، لانه طبعا هنا في المغرب المفروض المعمل يبلغ مباشره بنتيجه التحليل، ولو ايجابي بيتعزل في مستشفى، انما يعني يتم الاتفاق على ذلك. ان شاء الله هو المفروض طبعا هيبقى في مسحه ثانيه، ولو طلعت ايجابيه ثانيه يبقى هيفضل قاعد في المغرب ان شاء الله. انا لازم اقول بس لكل المشاهدين ان علي معلول جاب الجون الثاني للنادي الاهلي. نتمنى ان الماتش يخلص كده او نجيب جون ثالث ان شاء الله، وكده يبقى عندنا مباراه الاياب هتكون في القاهره يوم الجمعه المقبل. طيب يبقى فرجاني ساسي مع معزول. طب اخبار يعني هل هو معزول في نفس الفندق اللي فيه بيراميدز بقى؟ في نفس الفندق اللي فيه الزمالك وبيراميدز، لان الزمالك وبيراميدز نازلين في نفس الفندق، انما هو معزول في يعني في مكان بعيد عن الفرقتين، يعني عن لعيبه الزمالك وعن لعيبه بيراميدز. طيب برضو